وصية الإمام الشافعي لا تسكن الريف فيضيع علمك ثابتة، لا أعلم لها نصا أبدا، لا أعلم لها مستندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولا هل ثبتت عن الشافعي أم لم تثبت عن الشافعي. لكن الأفضل في الدعوة إلى الله ما ذكر الله في كتابه، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، في العاصمة، في العاصمة رسولا. فالدعوة في العواصم الكبرى أفضل من الدعوة في المدن الصغرى، العاصمة الكبرى يأتي إليها كل الأرياف، أما الأرياف لن يأتي إليها إلا قاصد الشخص بعينه.